دابا انا اللي باغي هو نفطر، قسنا حوايج ونفطر صافي. وفين نبات؟ نبات انا نباتها في الزنقه، ما عنديش مشكل. واش الدراري معكم يتسعوا، مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد كالعاده اخوتي. مهم عشران قبل ما نبداو هاد الفيديو ما تنساوش لينا معكم واحد لايك وتابونوا وفعلوا جرس باش تنضموا عائله عشران الصاعي احسن عشران في العالم. سو الفكره ديال اليوم فكره هربانه ديال بصح، حمقه ديال بصح، ومصطيه ديال بصح، وشكون اللي غادي يعطيها لينا؟ سعدو شويه وانا كما كتشوفوا واجه سعدو بلا كذب والصايب ولا مش بال لا سعدو اخوتي باش كيعجبني كل رمضان كيصوم ملي كان صغير الدري. سو دابا بلاصنا هو دابا اش توقعتي باش انك تقول لي شنو هي الفكره اللي غادي تطبق عليا لمده يوم كامل وفي رمضان الدراري؟ سير الفكره ديال اليوم هي غادي تعيش متشرد لمده 24 ساعه. ناري نار ارفوش هذه الفكره. Few moments later. قسما بالله الدراري تصدمت فاش عرفت الفكره ديال اليوم. عندي مهمه ماشي سهله ديال بصح. داكشي علاش مشيت كنجري للدار وزيت الشكاره، جبت فيها شي حوايج اللي غادي نقطعهم باش يكون داكشي ناضي. وبعدنا على الحي فين ساكنين اخوتي باش يكون داكشي مصروع ديال بصح، حيت الاكثريه تما كيعرفوني يعني دغيا غادي عقوبية. وزيد على البلان تالت اللي بغيت نقول لكم على عشران، الا تلاقيتوا شي واحد في هذا رمضان هذا المسكين ما عندوش، حاولوا انكم تعاونوا الدراري باش ما قديتو باش مسخاكم الله، حتى الدراري هذوك الناس راه محتاجين ديال بصح. واليوم ان شاء الله غادي نشوفوا الناس المغاربه كيفاش كيتعاملوا مع المتشردين. بلا كثر الهضره خليكم على الفيديو. ودابا عشران كما كتشوفوا بدلنا الحطه، لبسنا داك الشيء باقي غنزيد نوسخوا ديال بصح. وانا كما كتشوفوا كاين امين. امين اش بان لك في الفكره ديال اليوم؟ فكره هربانه، ولكن شكون السبب؟ ها هو خوتي والله حتى هذا هو السبب قسم بالله. المهم دابا جات الوقت باش انا نشد التيشورت ديالي وانا قطعوه مزيان، عاد موراها غادي نوسخوه مزيان. يلا سير سعدوش، هذه المهمه اللي عندك. يلا سير سير. ناري ناري سعدوش، عندك صدق زبره ما عرفش يقطع، ما عرفش يقطع، عرفت شنو دير؟ راه غادي نقص، عرفت شنو غادي ندير اخوتي؟ غنعيطوا للسيف هو اللي غادي يعرف يقطع التيشورت مزيان. ناري 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 شنو دار؟ ناري كيقطع لي بحوايجي وانا قدامه. يلا شوف انا ساكت اخويا، انا ساكت ما قلت شي حاجه. زيد ها انت زيد ها الساط هذا راه ولا راه بزاف الساط. كثر شي كثر شي الساط كثر شي. لا لا ماشي تما تما، لا 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 تما الفوق، طلع الفوق الفوق الفوق. لا لا صار لا صار لا الفوق. هنا 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 في هذا البلايص. صافي بارك واتي صوم كان عزيز. والله تسرقوا بزاف بحال كان مدابس. وناري ناري اخوتي على حاله وليت فيها الدراري بسببهم قسم بالله. شفت التريكوي كي داير، شو هنا يدي، شو هنا اخوتي، وعلى بلان. المهم خوتي دابا من بعد ما قطعنا التيشورت شنو غيخصني؟ غيخصني نمشي باش انني نوسخو مزيان الدراري. طحت الدراري على اسهل طريقه باش انني نوسخ التيشورت مزيان هي الشاك ما خوتي. شنو غنديرو يدينا هنا؟ شي شو شحال خرجت ديال الكحوليه امين؟ ناري ناري دابا هادشي غادي ليه بحال هكا. غنحاول انني نبقى نشد هكا وندير اخوتي حتى في وجهي. اش كيولي؟ ساطه بزاف اصاحبي، غير نوض لك الحبوبه اصاحبي في وجهك. ربي بصح واش بصح؟ ربي واش هيدي؟ راه الوسخ هذاك اصاحبي. ولكن المشكله ما عنديش شي لعيبه اللي نقدر انني ندير بهذا الشيء من غير هكا. ناري 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 شوف شكي وليتي ربي شوف واتقلقت يا صاحبي. المهم خوتي عارف شنو غندير؟ غنزيد نوسخ راسي ديال بصح. ها التيشورت اخوتي كما كتشوفوا راه ولا هكا، وشوفوا الدراري وجهي كيفاش ولي بسبب امين الدراري. بقى كيقيد فيا كيقول لي سير زيد زيد، راه باقي وجهك ما تصبغش، باقي وجهك ما تصبغ. ما شفت اخوتي في الكاميرا وانا متصدم شو وجهي كيولي الدراري، ولكن هانيه ملعوبه الدراري. المهم من دابا اخوتي غادي نبداو الفيديو ديالنا. وها انتم الدراري كما كتشوفوا خرجنا للشارع ميكانيك. شو كيضحكوا عليا الدراري؟ رديتوا لي سيكليس الدراري صح؟ شدي كيولات الدراري ناري راه ما يمكنش. المهم دابا عرفت، دابا واش عرفت شنو هو البلان؟ دابا غنزيدو ندخلوا لداخل فين كاين بنادم ديال بصح، وانتم غادي ديروا راسكم ما كتعرفونيش. الدراري شو الصاعي كيفاش غادي وكلشي كيشوف فيه؟ ناري ناري صعب. وبنادم كلشي كيشوف فيك اصاحبي. خوتي لاحظت واحد اللعيبه ان بنادم كلشي كيشوف فيك بزاف اصاحبي. وشي وحدين كيعرفوني كيشوف كيقولوا كيفاش صاحبي مالك على هذا الحال؟ اه صاحبي. كنصوروا فيديو الدراري. صافي صافي فيديو الدراري. ان شاء الله اليوم غندخلوا للمارشي اصاحبي. عرفتي واحد الحاجه اصاحبي؟ فاش غتدخل للمارشي راه غادي تسطاسط، عرفتي كلشي غيبقى يشوف فيك اصاحبي. صراحه كاين هذا البلان. خوتي دابا غنمشيو للمارشي. عرفتوا الدراري دخلت من واحد السوق وكلشي كيشوف فيا الدراري كيقولوا هذا مالو هكا الدراري. الله يصلح عرفه قسما بالله اخويا. الرجوله تشالنج ماشي ساهل باش نكونوا فاهمين الدراري. وزد عليك كيبدا يشوف في كلشي كتعنكس فهمتي ما عرفتش. المهم فهمتوني الدراري باينه انكم فهمتوني. ناري 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 شوف فين جابوني اخوتي على بلاصه. سعد الله يتحشم عليكم اصاحبي. والسيف والسيف علاش جبتيني اخويا انا؟ واش انا عزيز؟ واش انا عدوك ولا جبتوني هنا كلشي كيشوف هكا تضحكوا معايا؟ والله ما رجلنا ما والو. صافي سيروا سيروا تمشوا. صافي صافي سيروا. لا لا ما معاكمش انا، سيروا خلوني.
فين افطروا؟ فين الله اعلم. انا ما انا ما عارف فين. فر اي فرنوسي اي في ترى اخويا طلب لي فرن فرن من القصيره. انا كنت بلف والله لو صباح امين سر بعد مني مو خوش. انا غنمشي بوحدي انا مابقيتش كاع غادي معاهم. من بعد الدراري ما درت واحد شويه وبان لي باللي بنادم كيشوف فيه ديال الصح. انا والله تبقى في الحال تخيلت انه انت تكون محطوط في هذه الحاله هذه وبنادم كلشي كيشوف فيك بالروج ولا راه ما غاديش تحمل راسك. داكشي علاش كما قلت لكم الدراري باش مسخاكم الله عاونوا الناس الدراري حاولوا انكم تعاونوا هما الدراري باش ما كان باش ما قدرت باش ما قدرتش ان شاء الله. سو الدراري دابا البلاصه شنو جات لقيت باش اننا نديروا واحد التجربه غنمشيو غادي نوقفوا على الناس وكل واحد اش غادي نقولوا ليه. كاين اللي غنقولوا ليه بغينا شي لعيبه من عندك، كاين اللي غنقولوا ليه بلي بغينا نفطر معاك في الدار. وديك الساعه خوتي غادي نشوفوا ردات الفعل ديالهم فاش غادي يجي المتشرد وغايقول لهم بلي بغيت نفطر عندك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بخير؟ لاباس هاني. الله يحفظك. صافي عليك؟ الله يهداك كلشي بخير. الحمد لله. ياك بغيت عمي شي كيلو د اللحم. الله يرحمك. كيلو قدري؟ اه. ولكن انا ما عنديش فلوس. ما عندكش فلوس؟ ما عنديش فلوس. سبحان الله. فين هما الفلوس؟ وراه بغينا ندير للمورين دارنا شي حاجة باش يفطر. عرفتي كان نعطي لخويا اللحم ونعطيك أي حاجة. الله يرحمك. ولكن غنتسالك شنو تجيب لي؟ تكون عندي فلوس نجيب لك. ما عنديش لا دابا انا نصبر عليك ملي تخدم وتمشي تسرع عندك الامور رجع نجي عندك وتمشي تحيد هذيك الحاله وتخدم شويه وديك الساعه جي عطيني الامان. صافي الله يرحمك الوالد. شكرا. دير ياك الراجل ما تبقاش بحال. لا عمرها هضرك اخاتي. واو هذا راني كان لي ديالو راه شوف على العموم على العموم ومشاكل قطع شكرا على العموم. راه كنصوروا فيديو راه كامل راه كامل راه كاميرا والله الا كنصوروا فيديو ناريتي انا غنجمع. لا حنا جربنا. واو لا درنا معاه تجربه بغينا نشوفوا باش تعرف بلي المغاربه راه الله عمر هذا. الله يرحم ليك الوالدين. الله يرحم ليك الوالدين. والله الا شكرا. والله الا شكرا. لا حنا بالعكس حنا بغينا نديروا هذه التجربه. الله يرحم ليك الوالدين. شكرا اخاتي. صافي تهنا اخاتي. الله يحفظك. بعد الدراري ما مشينا عند اول واحد صراحه انا والله تصدماتني رده الفعل ديالو. ما يمكنش شنو قال لي خوتي مشى كيقطع صاف ومشى كيقطع الدراري. المهم اول واحد تجربه صدقات معاه. دابا خوتي غادي نمشيو عند ثاني واحد والهدف من هذه التجربه هذه وما نعرفوا واش المغاربه كيتعاونوا بعضياتهم ولا لا. وراه اللي بان لي هو ان المغاربه خوتي راه باقي فيهم الخير ديال بصح. السلام عليكم. كيف داير الشيف؟ صافا بخير هانيا. هنايا داك النهار شفت الناس كياكلوا هنا كياكلوا ياك. ما خدامينش دابا ولا شنو؟ واحد شويه باقي ما خدام. باقي واحد شويه. ما تخدم؟ واحد الساعه بحال هكا. اه بغيت نفطر معاهم. باش. ولكن ما عنديش فلوس. فلوس بلا فلوس؟ بلا فلوس ما عرفتش. ولكن ما عنديش مشكل نعاونكم في خدمه هكا اي حاجه. مرحبا باش حنايا وصل الفطور وجيت نفطر معاهم. مرحبا. وقيت الفطور نجي عندكم. مرحبا بك اختي. كاين الحريره كاين كلشي. كاين الحريره كاين التمر كلشي كاين محافل اختي. صافي الله يرحم ليك. الله يرحم ليك والدينا الشيف. شكرا. شكرا. خوتي دابا البلان شنو هو؟ بانوا لي واحد جوج جايين واحد بيكالا وواحد جايين بروتين. خو 4 دقائق. الله يرحم ليك الوالد. كي داير اخويا بعدا بخير لاباس؟ انا خويا راه سميت هاد البلاصه بعدا. انا خويا برنوسي ما عايز. خويا الله يرحم ليك الوالد بغيت اخويا نمشي نفطر معاك حيت ما ساكنش انا هنا فهمتي. انا من قلمي وجيت هنا اخويا. اه ما 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 عندي باش نفطر ما عندي والو. هاد التليفون هو اللي كان كتب عطى عليا واحد الدرب. عندك تليفون باغي تفطر؟ اه الا بغيتي تفطرنا معاك اليوم افطار. لا ما بغيت لا فلوس لا والو بغيت انا اكل. شوف حوايج كي ولاو حوايجي. قل مين واحد البلاصه سميتها شارع مولي شارع. نفطر معاك في الدار. لا لا ما يكون لا صداع لا والو غنمشي غنفطر معاك من عندك. نفطر معايا في الدار مرحبا. ساكن هنا؟ صافي نمشي معاك الله يرحم ليك الوالد. خويا شوف شوف انا نقول لك اخو كنصور واحد الفيديو راه هي الكاميرا. هاني تبان. لا شوف شوف درنا واحد التجربه بغينا نشوفوا رده الفعل ديال المغاربه فاش نقول لهم باللي بغينا نفطروا فهمتي. مرحبا. الله يرحم ليك الوالدين. والله الا شوف المغاربه الدراري هما احسن شعب في العالم. قال لي يلاه تفطر معايا في الدار. زاهي يا خوتي. دابا خوتي بلان شنو هو؟ بانوا لي هاد الناس هادو هنا خدامين. السلام عليكم. الشيف كي داير؟ صافا بخير هانيا. واش كديروا فطور هنا؟ لا ما كنديروش فطور. ما كنديروش فطور؟ اه. بغيت نفطر اليوم ما عندي فين نفطر الله يرحم ليك الوالد. اش ما عندكش فين تمشي؟ اه انا ما ساكنش هنا. نمشي ولدي. نمشي ولدي. سميت هاد البلاصة؟
ما ما عندي مشكله، ما عندي النوامر لا والو، عندي التليفون عطى لي واحد الدرسه هو يجي يدي. اه ماشي مشكل، غير تفطر معنا بحالي نفطر معاكم هنا. مرحبا، غير تاكل معنا شي حاجه نديباني وكبيره ماشي مشكل. خصها فين النبات هاد الايامات هادي محنسر فين النبات، راك عارف رمضان دابا بنادم كيخاي ديباني وخويا عطاك شي فلوس باش تاكل ماشي. الله يرحم لك، وخصني شي حويجات ما كاينش جيبهم لك من صافي. الله الله يرحم لك. اه جلس خد راحتك نجيبو لك كلشي. شوف شوف راه كنصورو واحد الفيديو، راه هي الكاميرا شوف. اه صدام واش هاني يدل كنديروا تجربه كنسولوا الناس واش غادي يبغوا يدخلوا عندهم متشردين في الطرو وكذا، فهمت؟ الله يرحم لك ويد ان شاء الله يتر مغاربه الله عمر هذا. السلام عليكم. السلام، كي داير خويا؟ بخير. شحال شري جاب؟ 4000. واري ناصر كرات يكون عندي بحال. شوف صايم بلاك دو صايم، انت انا صايم نهار كامل وفي جوج. الله يرحمك ويد، ديني معاك الضام. اه صاي اش كدير؟ شو كنصوروا واحد الفيديو وصدمني يا صاحبي. كنصوروا في واحد الفيديو اه انا ماشي مشكل. الدراري العشرين ديالنا خصنا الدراري الصغار كذا ما خصناش نصوروا معهم اللقطات، نحاولوا اننا نمشوا عند الكبار حيت هما اللي ما غاديش يعرفون. بصحتك عسير، ولكن بالرجوله دابا واش دينا نفطر ولا لا؟ بلاك ديك واخا ما كنتش صايم. والله يتن شوف ناضي والله يتعشيري هذا بالرجوله الدراري. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الدراري بخير؟ لا الحمد لله. لاعبين بلاي؟ اه المهم الدراري رمضان هذا وبغيت نفطر الدراري في شي بلاصه. الله يرحمكم. مرحبا، بغيت نفطر معاكم اذا كان ممكن. مرحبا. انا ماشي ولدي، سميت هاد البلاصه بعدا برنوس وكازا. المشكله ما عنديش النمره ديال عائلتي، ما عندي النمره ديال حتى شي حاجه، فهمت اخو؟ مرحبا اخو. الله يرحم ليك الوالدين الا بغيتي. خويا راه حوايج تقطعوا خويا. الله يبارك فيك خويا. انت كتشوف اخو واش ضربتي مع شي وحدين؟ لا ما واحد النهار تعداو عليا وحدين. دابا انا اللي باغي هو نفطر، خصنا حوايج ونفطر صافي. وفين نبات؟ نبات انا نبات في الزنقه، ما عنديش مشكل. خويا باش معانا مرحبا. بسم الله الله يرحم ليكم والدي. الله يلا شكرا. الله يرحم ليكم والدي. صافي المهم الدراري اجي 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 كنصور واحد الفيديو راهي كاميرا اجي بس يطلع شوي يجيب شوي يجيب ما يجيب الحوايج. والله يبغى يجيب لك الحوايج. الله يرحم ليك والدي. والله الا شوف الدراري باش تعرفوا بلي المغاربه الله عمر هذا تا السيد هذا الرجوله الدراري. ما فطرتوش ولا ما خشوش ولاد انا شوف فطروا معانا. مرحبا الله ودي. والله يشوف الصح كلشي كيفطر في بروس الدراري زاهر. بالرجوله الدراري اليوم تصدم ديال بصح، ردات الفعل كاملين اللي صورنا اخوتي كانوا ايجابيين، وشي وحدين للاسف ما قدرناش انا ندوزهم حيت مانيهم اللي كانوا في الفيديو ما بغاوش انهم يبانوا، كنحترموا داك الشيء ديالهم. مهم 20 بلاك في الهضره، ما تنساوش معكم واحد لايك وتابونوا وفعلوا الجرس وبارطاجيو الفيديو مع صحابكم وديو من الفيديو اللي غادي يفيدكم، وداك الشيء الاخر غير خليوه. كنبغيكم كاملين ونتلاقاو في الفيديو الجاي. الا بغيتوا تتفرجوا في المزيد من المقاطع ديال عائله عصام الصاعي ما عليكم الا تبركوا على هذه الايبه هذه وتفرجوا ليها مع راسكم في احسن فيديوهات كاينين في العالم.